السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين طلبة الدراسات العليا. مثل ما نوهنا مسبقاً إن إحنا نقدر نستخدم الطريقة حتى نسوي سيلكتيف ستدي أريا هي طريقة البوليجون أو الريكتانجولر أو نحدد شيب فايل. تنويه بسيط على الشيب فايل. إذا أردت تستخدم أنت الشيب فايل مجرد ما تضغط منه على الأوبشن اللي هو الأخير فايل راح يطلب منك عدة أوبشنات إنه أنت تحمل بها الملف. انه اما تحملها كشيب فايل بصيغه البرنامج اللي نسمي الكومبرس داتا اللي يضغط البيانات يتضمن لازم شيب والدي بي اف والاس اتش اكس فايل تضغطهم بملف واحد وتسوي لهم بروس فايل وتستخدمهم. هاي اذا تستخدم الاوبشن شيب فايل حتى انه تكون واضحه امامك. لاحظوا هسه هنا بالجي اي اس عندنا هاي خريطه الشيب فايل لمنطقه دراسه معينه. هاي الشيب فايل من إذا ما عندك من متوفرة من هيئة المسك الجيولوجي تقدر مباشرة أنت تأخذها أو ترسمها ضمن تسوي creation of shape file. وأنا هذا الشيء شارحته مسبقا ضمن البيلست الخاص بالارك جي اي اس. بعد ما تسوي الشيب فايل وتسوي له اكسبورت راح يخرج لك اياه بالاو فيتشرز بجميع الـ يعني الامتدادات مثل ما هذه الصيغه يطلع لك اياها بهذه الامتدادات الشيب فايل بهذه الامتدادات. انت ايش تاخذ هذه الامتدادات الثلاثه فقط اللي هو دوت دي بي اف والاس اتش بي والاس اتش اكس. هذول الثلاثه تخليهم فولدر خاص وحدهم وبعد ذلك تضغط الفولدر. شلون تضغطه؟ من هذا يعني البرنامج الضغط تقول اد تو ارشيف لكن تختار الخيار الثالث يقول لك اي طريقه بالفورمات الار اي ار ار اي ار 4 الزد اي بي هو يريدها بصيغه الزد اي بي. بعد ما تسوي له فورمات بهذه الصيغه قول له اوكي راح انه يسوي لك اياها لها فورمات هنا هذه الصيغه هنا. بعد ما سواها تقدر مباشره تحملها من هنا تقولها بروس فايل وتحملها وتختار البيانات اذا انت كنت تريد تختار طريقه الشيب فايل وهي طبعا الافضل. او لا انت تقول انا راح اجمع مرئيات وهاي المرئيات اخزنها وبعدين عن طريق الجي اي اس اقصها على قدر الشيب فايل ان شاء الله راح نتناولها ايضا. يعني بكل الطريقتين الامور ان شاء الله جيده. هسه نجي بعد ما حددنا منطقه الدراسه هنا انا ارجع لهذا الفيديو حتى يكون شلون انه انا انزل المرئيات واخزنها. بعد ما حددنا هاي منطقه الدراسه وحددنا الانسترومنت قلنا نختار راستر لان الراستر هو يعمل ضمن ديجيتال الفيشن موديل. هسه نمد الاكسبانشن بانل الموجود راح ينطيني يقول لي راستر ريفل 1 فيرجن. هنا شو طلع لي؟ التضاريس فقط الترم. الثاني شو طلع لي؟ الانكومبروز انسترومنت ديتا. الثالث شنو اقرا؟ راستر الاستر جلوبال ديجيتال اليفيشن موديل. احنا هذا اللي نحتاجه احنا يعني حسب هو ده ينطيك عده اوبشنات انت تخرجهن فشنو اللي تريده انت تنزله. شوف هذا هنا بده يقول لك يبين لك المناطق الصحراويه اللي بعده يخرج لك اللاند كفر لاند يوز. فهذا مميزات موقع ناسا بتحميل البيانات السبيشال ديتا احنا نسميها الراستر ديتا عكس موقع اليو اس جي اس. اليو اس جي اس صراحه اول شيء المعلومات اللي بيه غير محدثه ريزوليوشن بي ما يكون احدث وادق فافضل هذا موقع ناسا يسمونه الايرث ديتا سيرش ناسا. سو حنروح على الاشتر جلوبال ديجيتال انفيشن موديل راح نضغط من هنا مثل هذا اللي تلاحظون فيو كولكشن تختار هذا الفيو كولكشن الخاص بي. بعد ما نختار الفيو كولكشن هاي مباشره هسه راح نوضحها الفيو كولكشن هاي منطقه الدراسه جمع لي اياها على شكل جبل اربعه راستر اللي هي على اساسها انت راح تقدر تحدد المرئيه. سو سنرجع للاكسبانشن بانل يقول لك التمبورال اكستنت ايش قد يمتد النيفت فورمات شنو راح الصيغه اللي تتخرج بها الجيوغرافيك ايضا يعني يعطيك كل التفاصيل الكامله عن الموضوع عن الراستر مثل ما نقول احنا. سو هسه احنا نرجع نحمل هنا البيانات. شلون احملهن؟ اقول له مباشره منا هاي القيمه لاحظ هاي الراسترات الاربعه اللي هن لاحظ هسه اختاريت الاول حدد لي بنفس الوقت على الرسم هذا الثاني هاي المرئيه الثالثه وهذه المرئيه الرابعه. هسه نرجع على مرئيه هنا هسه منا نختار اذا نختار هذه المرئيه نقول له داونلود عندنا طريقتين للداونلود اما طريقه التي اي اف
او الطريقه الثانيه الدي اتش بي، ان اثنيناتهم طرق تمام. هسه نختار هاي الطريقه، مثلا راح احمل بيها تلقائيا راح ينزل لي المرئيه هاي كراستر ديتا ضمن البيانات. اول شيء سبق ونوهنا بالمحاضره الاولى انه انت لازم مسجل ضمن الموقع ناسا، يعني الايرث ديتا ناسا، لان اذا ما مسجل يعني ما راح انه تقدر تسوي يعني امتداد وتنزل البيانات. هاي مباشره هسه نزلت اول بيان، اول قيمه هنا موجوده. هسه نرجع على الثانيه الراستر الثاني، ايضا راح نعطيها تحميل. ثاني تحميل داونلود، ايضا راح نختار الطريقه الاولى هاي كديم. بالمناسبه الطريقه يعني الداونلود حسب شنو انت تريد، تنزلها كنمام اليفيشن ولا كديم ديجيتال اليفيشن موديل. فاحنا نحتاج ديجيتال اليفيشن موديل، فراح نختار الاوبشن الاول، هاي ضروري تنتبه لها. هاي هسه الثانيه تحملت بهذه الصيغه، وكل من ينطيك انه مثل ما نقول احنا التنزيل اللي خاص بها. هاي ديم من امتدادها وهاي ديم سلاش. سو هسه الثالثة ايضا نفس الشيء، ايضا راح نحمل الديم خاص بها، والرابعة ايضا نفس الشيء، ايضا راح نحمل الديم الخاص بها الامتداد الاول. اذا انت كنت تريد تشتغل ديم تحملت المرئيات الاربعه، اخذ هاي المرئيات الاربعه اخزنهن ضمن فولدر معين، واذا عندك الانترنت داونلود مانجر فمباشره تقدر تحدد له منطقه الحفظ او السيف باس. سو النقاط الاربعه هسه الاول او الثاني او الثالث تلقائيا اقول له سيف اس شاو ان فولدر، سيف اس هذني الأربعة اللي حملناهن، كوبي نخليهم بالفولدر نسميه ضمن يعني تحدده أنت ضمن منطقتك الدراسية، أو نسميه راستر أوف ديم نقول له بيست. سو بعد ما كملنا هاي البيانات وحفظناها نقدر تلقائيا نروح شنو؟ نروح للجي أي إس ونشتغلها بالجي أي إس. سو محاضرتنا لهذا اليوم اللي حبيت انه انوه عليها انه طريقه الاختيار، اختيار البيانات السيرش كولكشن، ضروري ننتبه على هذا الموضوع. يعني انت من تختار بيانات تنتبه على الامتدادات، الامتداد الاول او الثاني او الثالث، انت شو تريد انك يعني هو انطاك كل الماتش كولكشن الخاص بهم. شنو انت تريد؟ تريد اشتر، تريد اي ال 1. احنا حاليا موضوع عملنا كان هو استخراج ديجيتال اليفيشن موديل، فانت حسب موضوع عملك تروح تختار الاوبشن اللي تريده. يعني هذا هسه هنا ينزل لي فقط طبوغرافيه المنطقه، يعني لا لاند كفر ولا لاند يوز ولا غيرها. اريد لاند كفر لاند يوز اكو، غير يعني قمر صناعي ينزل لي لاند كفر لاند يوز هاي، وايضا الريزولوشن مالته 30 متر اللاند كفر لاند يوز. هنا العد اللي هو الاستر جلوبال ديجيتال الفيشن موديل، ايضا تقدر تقرا التفاصيل الخاصه به بالكامل، ايش قد الريزولوشن الخاص به غيرها بالكامل، تدخل عليه تقدر تقرا عنه يعني التفاصيل الخاصه به. هاي مباشره تقدر تدخل هنا تقول له فيو انه القيم بالكامل، تدخل على اي وحده من عندهم تنزل البيانات. هسه بعد ما نزلت البيانات تقدر تاخذ هذه المرئيات الاربعه الى برنامج الجي اي اس وتخرج. اتوقع هنا ان شاء الله تكون المحاضره واضحه انه شلون اني اختار محاضرتنا لهذا اليوم اللي هاو تو سيلكت الاشتر الخاص بالجلوبال ديجيتال انفيشن موديل ان داونلود الراستر داتا، يعني هذا عنوان محاضرتنا لهذا اليوم. ان شاء الله تكون واضحه امامكم، اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه ان شاء الله نجاوبكم، نلتقي بكم بالفيديوهات الاخرى. دمتم بامان الله وحفظكم.